أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أبو الغيث المقيم بالمملكة العربية السعودية بالمنطقة الجنوبية، يقول: ما تفسير الآية الكريمة في سورة الملك في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور؟ نعم، قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مذللة مبسوطة، فامشوا في مناكبها، في جوانبها وأطرافها. قال لطلب الرزق، الإنسان يسافر لطلب الرزق، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يسافر لطلب الرزق في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله الذي أودعه في هذه الأرض. نعم، وإليه النشور أي إليه البعث يوم القيامة. الله جل وعلا يبعث الخلائق وينشرهم يوم القيامة للحساب والجزاء. نعم.